تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي، يعني نحاول من بقدر الإمكان من خلال هذا البرنامج أن نوجز لكم جميع الأخبار التي تقوم بها هيئة الصحة، هذا من جانب. من جانب آخر نضع لكم بعض التغطيات التي سوف نقوم بها إن شاء الله من خلال هذه الحلقة. كذلك مستمعينا، الأساس من إنشاء هذا البرنامج هو التواصل معكم، التواصل يعني استقبال آرائكم، اقتراحاتكم، ملاحظاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم بشكل أو بآخر في تطوير خدمات هيئة الصحة، سواء في مستشفياتها الأربع أو في مراكزها الصحية، مراكز الرعاية الصحية الأولية والمراكز المتخصصة كذلك، يعني بالمراكز المتخصصة مثل مركز الثلاسيميا، مركز التبرع بالدم، مركز الأمراض الوراثية، شو ما كان هناك الكثير يعني من المراكز اللي عندنا اللي هي متخصصة جدا في بعض المواضيع. عموما أرقام التواصل معنا 600-55-1414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006، وأيضا متواصلين عبر حساب هيئة الصحة بدبي DHA_Dubai وحساب نور دبي اللي هو موجود على الانستغرام نور دبي. طيب نقرأ بعض الرسائل. يا صباح السعادة يا عيال زايد، حياكم الله، مشكورين. وأيضا from اندونيسيا، may I join you're most welcome. تسأل إذا ممكن تنضم لنا، نقول هذا الموضوع موجودين وممكن أي حد يبغي يتواصل معنا يتواصل، حياه الله. عموما مستمعينا، في خبرنا اليوم أول خبر نتحدث فيه عن اختبار رسم حلزوني قد يساعد في اكتشاف الشلل الرعاش. توصل باحثون أستراليون إلى أن فحصا قائما على رسم شكل حلزوني قد يساعد في اكتشاف الإصابة بمرض الشلل الرعاش، واستخدم الباحثون برمجة لقياس سرعة الكتابة وضغط القلم، وكلاهما مهم للتنبؤ المبكر باحتمال الإصابة بالمرض. المرض هذا اللي يسبب ارتعاش اليدين وتصلب العضلات. طبعا فريق الباحثين من مدينة ملبورن الأسترالية قالوا أن بإمكان الأطباء استخدام الفحص لمتابعة حالة مرضاهم الذين تجاوزوا مرحلة منتصف العمر، وكذلك في مراقبة أثر العلاجات. وأجرى الباحثون تجاربهم على 55 شخص، بينهم كان 27 مصاب بالمرض و28 خالين منه، وتبين أن سرعة الرسم وضغط القلم أقل عند المصابين بالمرض، خاصة أولئك الذين يعانون من أعراض حادة. وفي التجربة سجل جهاز كمبيوتر لوحي مزود ببرمجية خاصة قياسات أثناء أثناء اختبار الرسم، وتمكنوا من التعرف على أولئك المصابين بالمرض ومدى حدة الأعراض اللي يعانون منها. ناخذ مداخلة عيسى عندنا. ألو، السلام عليكم. كم السلام ورحمة الله، نتعرف عليك يوسف. يا هلا يوسف، صباح الخير، يعطيكم الصحة والعافية. الله يعافيك ويبجيك. أنا من المتابعين اللي عندكم الكريمة، فأنا أمس سمعت من أعتقد دكتور يوسف الزرعوني كان ضيف الحلقة، صحيح، مع واحدة ثانية، فأنا سمعت منهم أن بكرة يعني اليوم
في حملة تثقيفية موجودين في ديوا في هيئة كهرباء ومياه دبي. قال باكر ولا يوم الأحد؟ والله أنا فهمت إن اليوم. أنا ما أدري، أنا فهمت إن باكر يوم الأحد. عيسى بعد يأكد علي يقول لي يوم الأحد. يوم الأحد زين، عيد أنا غلطان. وأنا المهم راجعت من ناس الديوا قالوا إحنا لا هيتنا رسالة ولا في شيء ولا وكذا، حتى وصلت علاقات العامة. لا يمكن هم ما عندهم. ما عندهم. هي الأمور كلها مرتبة. لا تحات يا يوسف، وأيضا باخذ رقمك وبعطيه حتى كذلك حق الزرعوني، وبقول له كلم الجماعة يعني حتى لو ما لو ما ما استقبلوك في هيئة الكهرباء وخليهم يستقبلونك في المركز نفسه، شو رأيك؟ الله يحفظك إن شاء الله. زين حطي بس هذا أنا قلت أخبركم يعني أنا اللي غلطان ولا أنا سامع ولا شيء. لا ما تقصر يا يوسف. الحين ميرا بس حطي رقم يوسف عطيني إياه بعد الحلقة، خلينا أعطي الزرعوني ممكن خليهم يتواصلوا معك. جزاك الله خير يا يوسف، مشكور إن شاء الله، موفقين إن شاء الله. طول عمرك. هلا. في عنا مداخلة ثانية. ألو سلطان، إيش حالك؟ الحمد لله أخوي، إيش حالك؟ بخير لك الخير. صحت. الله يسلمك. غالي أنا عندي اقتراح والله. تفضل. المراكز الخارجية للصحة. نعم. الحين أنا عن نفسي أنا بتكلم، الحين أنا صار لي 5 سنين أعاني من الضغط، فأنا مستمر على علاج، أخذ حبوب من هناك. الحين الآلية تغيرت في العيادات. تصير العيادة عشان التسجيل تأخذ رقم الطلب وتتريا عند التشخيص، وعقب تتريا حق دكتور، وعقب بعد تتأخذ رقم جديد حق الصيدلية. يعني نحن أنا شاب ما عندي مشكلة، لكن في كبار في السن يايز عندنا، يعني هاي اليوم بس كل 3 شهور عشان ياخذون الادويه الكورس مالهم. انا اقترح انه يكون عندهم بس يحطون الدكتور هناكي بس حق الحالات، يعني حرام الواحد يتريى 3 ساعات الواحد الحين يتريى. نحن في عياده المزهر لما اخذني عياده القصيف بندوها عندهم صيانه، ما صار ضغط على المزهر. صحيح. بس نحن انا بحارب اقتراحك بحوله للمعنيين، بس انا اعرف الاجابه زين، واعرف ان الجماعه زادوا عدد الطاقم الطبي في مركز المزهر زين بشكل كبير، وفعلوا عيادات جديده اللي كانت الغالي. صح زادوا. بكمل لك انا سمعتك زين، بكمل لك زين. موضوع التسجيل والترخيص والصيدلية بالتوكن نمبر هذا صدقني لمصلحتكم، وفي بعض المتطلبات الخاصة بالجودة في هذا المجال متطلبات عالمية كانوا طالبينها، فهي تمشي بهذا الشكل. الآن يمكن شوية في يعني العملية شوية ناخذها لين ما نخلص مشروع سلام اللي هو الملف الإلكتروني الموحد، هذا بيسهل وبيسرع الإجراءات بشكل كبير. يعني إن شاء الله إن شاء الله لو بس تطولون بالكم علينا لين نهاية السنة بإذن الله، على حسب ما وعدينا أن المسائل كلها بتتطور للأفضل. هذا من جانب. من جانب كبار السن زين، في لهم أولوية في عملية الدخول، في لهم لاين خاص على حسب ما معلوماتي، ما أدري إذا هذا الكلام الحين تقول لي شيء ثاني وبرجع للجماعة وبسألهم. لأن ما أنا أقول لك أخوي مو موجود. أي لا أنا أي أنت تقول لي هذا الكلام. أنا معلوماتي إن في تعامل خاص بالنسبة لكبار السن وفي أولوية لهم، هذا اللي أنا عارفه. لكن ما نرجع ما نتكلم معهم نقول لهم جتنا ملاحظة من أبو حارب يقول 1 2 3 4 يا جماعة الخير أعطونا الرد معكم، شو رأيك؟ والله صح. وثاني شيء عمي، احنا زادوا عدد الموظفين هناك كدكاترة، لكن في قسم التسجيل تحصل بس 3، والعدد اللي برا عمي كم تقريبا؟ والله انا امتاز داير الظهر تقريبا على التسجيل شويه بس عشان 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 الملف الالكتروني. 3 موظفين مساكين هم اللي جالسين. العدد المرضى والمراجعين تقريبا فوق 50، يعني الضغط مش طبيعي على الموظفات هناك. طيب يعني انت لو حد يمر كلامك سليم، هذا يكون خاطر مساكين. انا اعتقد انه ما عنده جزاك الله خير دقيقه بريك. والله جزاك الله خير، ما قصرت يا ابو حارب. وشيء ثاني الغالي ابو حارب، انا عندي مكالمه اقول لك لحظه ابو حارب، المكالمه اللي بعد ابو حارب ناخذها بعد الفاصل اذا في امكانيه. تفضل ابو حارب، بس بخلص يا ابو حارب ومنطلع الفاصل. تفضل ابو حارب. الحين كجلديه حلو اي لا
احنا كله كإمارة دبي يعني المستشفى كلهم يطلعون مكان واحد احنا. نعم. يعني الحين لو انا بصير عيادة نادي الحمار حق الجلدية يقولوا لي لا ما بناخذ ملف لانك انت تابع للمزهر. زين يا جماعة المزهر ما فيها جلدية. ليش انا تبون تحولوني دبي دام من ضغط ما عندكم انتم هذه الامور طيبة عندكم؟ شو المشكلة انكم انتم تستلمون ملفي؟ انا باجلدية ليش اتحول لمستشفى دبي او مستشفى راشد؟ اجرب لي نادي الحمار. هاي ملاحظة ثانية عندي بس جزاك الله الخير. مشكور. أنا أزقلك بحارب طلع بحارب بناخذه بعد الفاصل. أنت سلطان. إيه سلطان جزاك الله خير يا سلطان. هذه المداخلة كاملة بالاقتراحات اللي فيها. أنا وايد شاكر لك إنك أنت تواصلت معانا وإنك أنت نبهتنا على هذه الأمور. يعني إن شاء الله إن شاء الله يا رب بياخذون فيها أكشن الجماعة مثل ما عودونا في مراكز الرعاية الصحية الأولية. جزاك الله خير يا أسر. طول عمرك ودائما أي شيء تحصله بعد تصل فينا إن شاء الله. البرنامج برنامجك. مشكور يا سلطان. الله يحفظك يا رب. الله يسلمك. مشكور يا سلطان. طيب مناخذ بحارب إن شاء الله ميرا ناخذه بعد الفاصل. خي طول بال علينا شوية سامحني يا بحارب. عيسى نطلع فاصل وبعد الفاصل نواصل. صحة وسعادة. حياكم الله معانا مستمعينا الكرام وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي يعني تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أحمد يسلم عليكم ويقول صباح الخير يا هلا منور. جزاك الله خير يا أحمد. لايف راديو يس. وعندنا قبل الفاصل قلنا بحارب موجود معانا على الخط. بحارب صبحك الله بالخير. صباح النور السرور. سامحنا عاد طولنا عليك لكن بعد سلطان كانت عنده مكالمة جميلة فيها العديد من المقترحات والعديد من الأشياء إن شاء الله نوصلها للمعنيين. تفضل يا أبو حارب. يعطيكم العافية على البرنامج وجزاكم الله خير. الله يسلمك. وش حال أخوي محمود؟ طيب. طول عمرك الله يسلمك. الله يسلمك أخوي محمود. شوف كوني أنا رب أسرة يعني عندي من العيال ما يعني أكبر واحد تقريبا 17-18. نعم. وأصغرهم بين 3 و5 كذا يعني. مرات تصير لأمور يعني كنا نحن في العمل يعني أنا والمدام في العمل. نضطر ان نبغى نودي حد من الصغاريه حد من العيادات اي شيء اي عياده يعني العيادات فنضطر ندريول ياخذ اخوهم العود ويودي حد من الصغاريه. نصطدم ان هناك لا لازم ولي الامر يكون موجود يعني ما شاء الله الولد يكون ريال يعني متخرج من الثانويه وكذي يردونه يعني ما اعرف انا ليش أنا بقول لك بحارب أنا بقول لك إذا صار أن الطبيب يبغي يتناقش في حالة الطفل هذا إنزين وبيمشي في مسار علاجي معين إنزين هل هذا الابن اللي هو أقل من السن القانونية عنده الإمكانية أن يوقع على هذه الاعتمادات اللي أو الأشياء اللي المفروض شو اسمه يتم اعتمادها من قبل ولي الأمر في موضوع العلاج؟ هل يقدر؟ أنت جاوبني. أنا بجاوبك. أي. أنا عارف أنك بتسألني هالسؤال. يقدر ولا ما يقدر؟ بس قولي هي ولا لا. هو يعتمد على ليش هو مراجع. لو هو شيء كبير لا ولي الأمر لازم بيه يعني. لكن مرات أشياء بسيطة زكام كح فحص طبي حق يسمونه حق الروضة يعني أشياء بسيطة يعني إحنا نخليه يروح مثلا يمشي الأمور. لكن أنت تعرف إذا في شيء كبير صايرون تعبانة ولا شيء على طول الأم والأب بيسيرون يعني بعد بقول لك أقل شيء بعد أقل شيء يدخلونهم يعني يشوفون يمشون إذا صار إن الموضوع محتاج ولي الأمر خلاص. هذه لأن فيها بعض المتابعات أو التبعات القانونية على الطبيب نفسه. زين هذا واحد. اثنين الشيء البسيط يعني دائما نحن شو نقول بحارب لا أنا ولا الشخص العادي ممكن يقيم. ما تعرف أنت هذا الشيء البسيط يمكن أنت تشوفه بسيط ولكن مع الفحص مع كذا ممكن يكون في شيء كبير
او شيء يحتاج انه حتى الشغله البسيطه انا لما اتكلم فيه في مسار ادويه بياخذها صح ولا لا؟ المريض في دواء بياخذه، في اشياء بيسويها. انا وجهه نظري يا جماعه الخير، مهما كانت مشاغل الانسان ما في اهم من عيالك وصحتهم. زين يعني والحمد لله نحن العيادات يعني والمستشفيات والخدمات الصحية موجودة، يعني إذا ما كانت على مدار الساعة في بعض الأماكن يعني في لين امتداد اللي بعد الظهر. فأنا أبو حارب أنت كلام كان بوصله للمعنيين. زين ما علي، أنا فهمت الفكرة مالتك. أنا أتكلم من باب الاضطرار. أنت ما تعرف ظروف العمل، مرات الواحد ما يكون في الإمارة يعني عشان صحيح. زين في أمور شوية برا، أنا ما أقول لك متكل ويلا شل الولد يلا ودري وروح. أبو حارب شيء استثنائي يعني. لو أذكر لك الأشياء اللي يعني صادفناها واللي شفناها واللي كذا، يعني المجال ما يسمح، لكن والله شيء يشيب الراس. يعني أنت تقول لي هذا الكلام في حالتك أنت معك، يعني ممكن تكون هذه زين، لكن بحارب صدقني صدقني يا جماعة الخير، مسألة أني أنا أهتم بصحة عيالي بنفسي، ما أتركهم عند الخدامات ولا أتركهم عند الدريول ولا أتركهم عند يعني حتى الشخص الصغير مفروض يعني يشايل أخوه واخته وكذا، وصارت فيها بعض القضايا. يعني ما أبغى أدخل في هذا المجال، لكن أنا برفع كلامك لهم زين وبوصل للمعنيين. ولكن يا جماعة الخير هذه نصيحة من أخوكم الصغير زين، اهتموا في مسألة انكم انتم تودون عيالكم بانفسكم الى العيادات والمستشفيات، مسألة وايد مهمة. لو ان شاء الله في كحة او زكام او شغلات بسيطة انزين يعني حد انا اتفق وياك وكل اللي قلته هذا صح، لكن نحن نتكلم في شيء ضروري. تعرف مرات انت لا توقف اذا داينك الولد، لا توقفه، اسأل مثلا وين ولي الامر، جاي في الطريق جاي من هني، مشوا الامور يعني لين ما يوصل. ما اقول لك انا يعني واحد شال يد دريو وشال عياله، لا هذا ما يجوز يعني، اتفق وياك في هالشيء. صحيح، جزاك الله خير يا ابو حارب. نتكلم بالشيء يعني الشيء الضروري، مشوا الامور، ترمون تتصلون يا الامر، انا جاي في الطريق، انا جاي، بس انتم خذوا الحاله وبس الاخوه العود بيتحاسب يعني هاي الامور يعني. لان احنا صار لنا موقف عطني اكلم الدكتور، انا جاي في الطريق ما علي، بس لان اسد يعني اسد الوقت والتاخير هذا يعني انزين بيتحاسب بعد. لكن عموما حتى جزاك الله خير، ما قصرنا وعرفنا شو القانون وشو السالفه. الله يحفظك يا ابو حارب، مشكور. عندنا محمد بعد ابو حارب ولا ابو حمد تفضل يا ابو حمد. صباحك الله بالخير لحمد. بالنور والسرور. اليوم انا خليت البرنامج لكم انتم، يعني عندي بعض الفقرات بعض المواضيع اللي حي ما اخذت شيء، لكن مستانس وياكم. تفضل يا ابو حمد. الله يسلم. اللي تكلمت انا البارح وياكم الاخ محمود، بس ما ادري يعني يمكن الخط ما شبك. لا قصدي الاستفسار اللي انا قلت يمكن ما وضح بالنسبة للأخ الدكتور. الأخ محمود رقم واحد، لما يكون هناك كتيب يعني شامل موجود في هيئة الصحة يكون مثلا يقدر يستفيد من الشخص، ويكون شامل يعني لمرضى الكلى، لمرضى القلب، لمرضى الكبد، لمرضى السكر لكذا، يعني يكون موجود حتى الواحد ممكن انه يعني يحتفظ به في البيت وكذا. الأشياء مثلا شو مثلا الأكلات اللي بتفيدي، شو الأشياء اللي لازم ينتبهها كمريض سكر أو كمريض كلى وكذا. فهنا الكتيب بيكون يعني أول حاجة يعني بتكون مبادرة توقع عنها، يعني بتعطي تثقيف كبير للأسرة أو للمواطن، يعني يكون يعني كتيب كامل في الأشياء اللي هي مهمة للمرضى اللي عندهم مثلا يعانون، وتكون شامل للكبد وللكلى ولل يعني الاشياء اللي هي. تعرف محمد انا بضيف على كلامك، يعني حتى على اقتراحك هذا بضيف عند الجماعه، بخبرهم انه يا جماعه الخير اذا في امكانيه حتى لبعض ان شاء الله مع تطور نظام سلامه زين ويدخل حيز التنفيذ وكذا، يكون يعني على التليفون. انت عندك تليفون محمد؟ اي نعم. عندك موبايل ذكي صح؟
نعم. ممكن عن طريق الملف الطبي إن شاء الله مستقبلا، الحين بعد بيكون ويانا بعد الفاصل دكتور محمد الرضا، زين بعد بطرح عليه هذا الاقتراح دايركت لي، خل ياخذ فيه اكشن لانه هو بعد مدير عود وارباب كبير يعني في الهيئه، فخليه شو اسمه ياخذ بهذا الاقتراح ونقول له على موضوع انه يتم تزويد المتابعين على تلفوناتهم بهذه النشرات، كل واحد على حسب حالته الطبية أو تاريخه الطبي أو الأشياء اللي يعاني منها. الشخص بيحتفظ بالأخ محمود عليه يعني، وهذا موجود ترى أنت يعني لو ممكن الأسرة في أكثر من شخص محتاج لهذه المعلومات. صحيح. العامة محمد محمد ليش يعني مبادرة. النقطة الثانية طال عمرك بالنسبة لموضوع إدراج دواء جديد، أنا اللي أقصدك إن ممكن إن الدواء هذا يكون له مثلاً فيدباك من المرضى نفسهم، سواء المستشفى يتصل بهم ويشوف إذا كان هناك الدواء ناجح ولا في مضاعفات ولا ما في تحسن، بحيث إن هذا الدواء في خلال هذه الفترة يتم مثلاً صرف لمحمد وصرف لمحمود وصرف لكذا. محمد أسبوع الجاي بيكون جاي دكتور، بيكون المتابعة بحيث إن يعني ممكن تكون هناك ملاحظات مهمة لهيئة الصحة. زين انا لان عندي اسفل جناحي على الخط ابو حمد، بس ابغى اختصر شويه. انا كانت النقطه هذه زين، بس بقول لك على موضوع على موضوع الادويه، على موضوع الادويه بيكون ان شاء الله الاسبوع الجاي. وعدنا دكتور علي السيد، جزاكم الله خير على البرنامج. الله يسلمك، بس خليني اوضح لك هاي الشغله، مجرد ملاحظات يعني. جزاك الله خير. الاسبوع الجاي دكتور علي السيد ان شاء الله بيكون معانا في البرنامج، بنتكلم معاه في العديد من مواضيع الأدوية، ولكن صدقني الأدوية موضوع وايد من شعب. خلني أنا بنقل هذا السؤال مالك له، أنا عارف الإجابة ما بجاوبك يعني، تأخذ حالات بس فقط متابعة هل الدواء، بتسمع الإجابة إن شاء الله منه، شو رأيك؟ مشكورين الله. طول عمرك. مشكور. ناخذ أسماء عيسى قبل الفاصل. مرحبا يا أسماء، كيف حالك؟ شوي بتني ضربة شمس. سامحينا والله، أنا أدري طولت، بس لأن يعني البرنامج للمستمعين عرفتي، نحن نحاول قدر الإمكان نتواصل. كل الملاحظات يعني نحن نرحب فيها ونستقبلها، سواء كان على البرامج الإذاعي أو قنوات التواصل الاجتماعي. صحيح. موجودين ياهم على مدار الساعة. وأنت وين موجودة الحين؟ الحين موجودة في مركز زبيل التبرع بالدم. بيكون عندنا زيارة من القائد العام لشرطة زبي اللواء عبد الله خليفة المري. وشرطة زبي مسوية مثل فعالية مميزة تكريما للمتبرعين بالدم على الأشياء اللي يسوونها وتبرعهم، طبعا يتبرعون 100% وتبرع كامل لإنقاذ حياة الأشخاص، سواء من الحوادث من أمراض، من دائما هناك حاجة لأكياس الدم جزاهم الله خير، أو صفايح وغيره ومشتقاته. فهل نحن موجودين حاليا في مركز دبي تبرع بالدم، وأحب أقول اللي حاب يتبرع فعلا نحن دائما نشجع على التبرع، خصوصا اللي عندهم فصائل الدم النادرة اللي O-A-B-A-. أنا يتواصلون معنا، المركز يفتح لنا الساعة 7 المساء، يقدرون يتواصلون على الرقم 04-219-2-3-2-1. هذا هو رقم مركز دبي للتبرع بالدم. هم شغالين مرة ثانية من الساعة 7:30 لين تقريبا الساعة 7 المساء. لين 7 المساء في حرم المستشفى لطيفة. حرم المستشفى لطيفة. جزاك الله خير يا اسماء، ما قصرتي، وسامحين عاد طولنا عليك. لا لا، اعطيهم الرسالة الصباحية. يا ليت والله، يا ليت. اي تفضلي. رسالتنا اليوم تقول ادعم من يوم الخميس ختاما لأسبوع مليء بالإنجازات التي خططت لها، وابدأ عطلتك وأنت مرتاح البال. أنت بترتاحين أهم شيء؟ دائما أكيد. هو مشكلة طبيعة شغلي 24 ساعة يعني. الله يعينك. مشكورة يا أسماء الجناحي، مسؤولة الإعلام الاجتماعي في هيئة الصحة. فاصل مستمعين، وبعد الفاصل ما نتواصل إن شاء الله عن موضوع جميل جدا، ما نتحدث عن بعض ال ال عن رحلة جميلة كانت، انزين مناخذ تفاصيلها مع الدكتور محمد الرضا، يعني بعد الفاصل بيخبرنا عن وايد أشياء، فابقوا معنا. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. طبعا يعني كانت هنالك بعض هذا، في أحد يقول بعد فكرة توضيح للمرأة أن الدواء لو مو موجود
دواء بديل، لأن في أدوية تحمل أسامي تجارية ولكن نفس المفعول ونفس المكونات. هذا أخونا أحمد، ويقول حتى كان على مسألة أن الحين حتى المشاوير البسيطة ما يتأمن على السواق، ما يتأمن السواق على الأطفال أنه يوديهم، فما بالك بمشوار المستشفى. دمتم بصحة وسعادة، ما قصر أخونا سلطان، وحبيت أضيف مقترحات للعيادات يحطون مكتب لاستقبال المرضى عند دخول العيادات، ويقوم هذا المكتب بتوزيع المرضى حسب الحاجة. عبد الله زيودي، اللي هو هذا مكاتب الاستقبال تسوي نفس الشيء، هي توزع المرضى على حسب العيادات، لأن أنت تسجل مكاتب التسجيل عفوا. حد يقول حادث على شارع الشيخ محمد بن زايد عند مخرج الخوانيج، يلا توخوا السلامة والحيطة والحذر يا جماعة الخير، لأن بأمان اللي نشوفه يعني بشكل كبير في مستشفياتنا من حوادث بسبب السرعة الزائدة والإهمال من قبل السواقين، يعني حرام الواحد يسوي في عمره كذا. طيب، نفذت هيئة الصحة بدبي يعني منتصف الشهر الماضي جولة جديدة من جولات انفتاحها على العالم والساحة الصحية الدولية، وهذا كان من خلال سلسلة من الزيارات قام بها وفد رسمي يترأسه معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي. شملت الزيارات مجموعة كبيرة من كبريات المستشفيات والشركات الأمريكية الرائدة في الرعاية الصحية والتقنيات الطبية الحديثة والذكية. طبعا كانت في العديد من المناقشات والعديد من الاتفاقيات التي تم التوصل إليها من خلال هذه الزيارة المهمة حول سلسلة هذه الزيارات التي تمت وثمارها المجنية. معانا في الاستوديو الدكتور محمد الرضا مدير مكتب التحول التنظيمي في هيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير دكتور. صبحك الله بالنور. كل عام وانت بخير. لو هي متأخرة تعيدتوا هناك. نعم عيدنا في أمريكا، وانت سالم والمستمعين سالمين بصحة وسلامة إن شاء الله. طيب دكتور، أول شيء خلنا نتكلم عن هذه الزيارة بشكل عام، الهدف من هذه الزيارة، وأيضا الأمور اللي تم الاتفاق عليها والنتائج المترتبة عليها. تفضل بإذن الله. طبعا هذه الزيارة تأتي متأصلة من استراتيجية الصحة بدبي 2021، متمحورة تماما على البرنامج الاستراتيجي رقم واحد اللي هو الابتكار في الصحة. خلال 10 أيام عمل في أمريكا تم زيارة أكثر من 7 مدن أمريكية، 7 ولايات أمريكية، والتعرف على الابتكار في أكثر من 17 مؤسسة ابتكارية في أمريكا. ففي 10 أيام عمل بتقول لي كيف يعني عملتوا هذا؟ يعني أنا ما بقول لك كيف لأن أنا أعرف كيف. وإذا بقول لك الخريطة، هذه الخريطة وهذه اللي تقدر تشوفها، قطعنا من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب في هال10 أيام عمل. فالحمد لله كانت رحلة مكوكية وفيها إنجازات كثيرة وفيها إعلانات كثيرة، من أهمها توقيع اتفاقية التعاون لتأسيس مركز متخصص للقلب في دبي بالتعاون مع كولومبيا هارت سورس ونيويورك بريسبيتيريان في نيويورك. جاءت أيضا هذه الاتفاقية بالتعاون مع شركة جي إي هيلث كير، جي إي الصحة، من الداعمين الأساسيين لهذه المبادرة. ليش تضحك؟ هذه الخريطة راوية ما شاء الله، يعني قصيت وأمريكا قص الحمد لله. ولكن في ولاية ما قدرنا نوصلها اللي هي هيوستن، للأسف كان عندهم إعصار هارفي وتمينهم شيء أشد يقولون لفلوريدا. نعم لفلوريدا، فنتمنى السلامة لمرضانا هناك في هيوستن. صراحة كلهم هناك ما زالوا يعني يتحلون بروح الإيجابية وعلاجاتهم قائمة، كنا نتمنى لقاهم أيضا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. نعم بالله. زين. طيب دكتور، يعني شو أهم الاتفاقيات اللي وقعتوها في هذه السفرة؟ اتفاقية القلب مع كولومبيا هارت سورس ونيويورك بريسبيتيريان يمكن أهم اتفاقية تم توقيعها في هذه الزيارة، وهي أيضا مبادرة استراتيجية في برنامج رقم 8 في استراتيجية الصحة 2021 اللي هو تأسيس مركز متخصص للقلب. وتم أيضا الاتفاق على تأسيس فريق تنفيذي من الهيئة ومن الجانب الأمريكي من كولومبيا هارت سورس اللي هو يعد من أعرق المستشفيات المتخصصة في القلب في نيويورك.
عالم آخر، عالم جدا متطور شفناه هناك في عالم القلب. وكانت لنا أيضا زيارات أخرى لمستشفيات متخصصة وأقسام متخصصة هناك في أمريكا، مثل University College San Francisco، University of California Los Angeles. أيضا تعرفنا على كثير من الابتكارات، مش فقط التقنية ولكن ابتكاراتهم في العلاج، الابتكار في البروسيس أو طريقة تقديم الخدمة للمتعامل. صراحة شاهدنا عالم آخر من الابتكار. في سؤال هنا يمكن يكون خارج موضوعنا الدكتور، يقول ما في تخطيط لفكرة إنشاء مركز مشترك بين دول مجلس التعاون في علاج الأورام بعيد الشر عن الجميع، لأن المستشفيات صايرة عليها ضغط وعددها قليل؟ أتفق مع هالاقتراح صراحة، واقتراح جدا جميل، لأن من ناحية العلمية أو من ناحية رقمية لما تشوف الفوليوم أو عدد المرضى، يمكن أفضل لو توحدهم كلهم في مستشفى مركز واحد وتقدم لهم خدمة متميزة. جميل. طيب نرجع حق المؤسسات اللي تم اللي شملتها الزيارة دكتور، في أيضا اتفاقيات أخرى أو بعض النتائج الأخرى اللي وصلتوا لها من خلال هذه الزيارة؟ من الاتفاق أيضا هو إنشاء مركز التحكم أو الكوماند سنتر، اللي أيضا تمت زيارته في مدينة بالتيمور في ولاية ماريلاند، اللي هو مستشفى جونز هوبكنز المعروف. غرفة عمليات تتحكم بمجموعة من المستشفيات في الولاية وتعرف أدق التفاصيل. يعني اليوم بتعرف استخدامك للمستشفى، استخدامك للأسرة، استخدامك لغرف العناية المركزة، نابض بطريقة مصغرة بغرفة عمليات. طبعا هاي كانت أول مرة أنا معالي حميد القطامي والفريق أن نشوف هذه الغرفة في الصحة. هي موجودة في يمكن اليوم في غرف عمليات لشرطة دبي، صحيح. نعم، ولكن أول مرة نشوفها في الصحة، وكانت شيء من مبهر وشيء صراحة كثر ما تخيلنا، لكن أول ما شفنا صراحة شيء قريب المنال مثل ما يقولون، وتقدر تعمله. والبيانات اليوم بفضل سلامة، بفضل الأنظمة الموجودة في إمارة دبي سواء كانت في القطاع الخاص أو الحكومي، تقدر اليوم تطلع هذه البيانات وتعرضها بطريقة تسهل عليك اتخاذ القرار. جميل. طيب دكتور، إذا ما نتكلم عن الفوائد من خلال هذه النجاحات اللي تحققت على الساحة العالمية، شو الفوائد اللي ممكن نحصلها من وراهم؟ يعني باختصار دكتور أو بالمحلي، متى ما نشوفها في دبي؟ بإذن الله قريبا. يعني أنت أول ما تشوف التقنية أمامك وتتعرف على الناس وهي مطبقة فعليا، بالضبط، أنت تصير عندك مباشرة ثقة بالنفس أن هذا شيء مش حلم، شيء حقيقة. فأنت تنقل الحقيقة من مكان إلى مكان، هذا شيء ما توقع صعب. ولكن لما تتعرف على الأشخاص اللي نفذوا هذه المشاريع أيضا تشوفهم سهل عملية أنك الناس مثلنا، المؤهلاتهم مثلنا، بالعكس عندنا مؤهلات طيبة جدا في الهيئة وفي إمارة دبي، ممكن تنفذ لك هذا المشروع بطريقة أفضل وأكبر وأسرع أيضا. طيب دكتور، يعني من بد الأشياء اللي ممكن واحد يشوفها هناك، يعني أمريكا هي من أحد الدول المتقدمة في مجال القطاع الصحي، لأن هناك استثمار كبير، ولأنها أصلا هذا الاندستري أو هذا القطاع هذا دكتور، يعني واحد من القطاعات اللي يدر عليك الذهب، صح ولا؟ حتى في الأزمة المالية هذا القطاع ما تأثر كثير في الولايات المتحدة، ما راح يتأثر، لأن يعني حتى ما نتكلم عن قطاع الأدوية مثلا، هو يعني أكثر من الأسلحة وأكثر من الممنوعات اللي يدخل. دكتور علي السيد عندك عقب من يوم وتخلي طلع لنا سبونسر حكم فعالية. لا ونقول له والله ما يقصر دكتور علي السيد، بس لكن دكتور حينما نتكلم عن هذه الأمور، إنزين، شو من خلال هذه السفرة، شو الأشياء اللي شفتها أو شفتوها كوفد، إنزين، يعني الواحد ممكن إنه يأخذ فيها إن المستقبل رايح هني، خلاص نحن شفنا شيء كنا نتحرى من عالم الخيال، قاعدين يطبقونه حاليا ويسوونه. دخلنا إلى أبل في كوبرتينو في كاليفورنيا، فمكاتب عادية وأشخاص عاديين، بس قالنا الشخص اللي خذنا في الجولة خلف هذا الباب يوجد شيء يمكن ما شفتوه في حياتكم، باب عادي. أول ما افتح الباب ولا هو الهيومن فيسيولوجي لاب أو مختبر علم وظائف جسم الإنسان. فيمكن كانوا 40 أو 50 شخص متطوع على التردمل، على أجهزة الركض، يسبحون، يتمرنون يوغا،
ويعني في رياضات كثيرة أخرى لابسين كمامات وعليهم أجهزة، وهاي الأجهزة كلها تأخذ البيانات من جسم المتطوع وتجمعها في الأبل ووتش. زين. وقال عنده 3 أبواب، قال هذا الباب خلفه إمارة دبي. استغربنا، باب زجاجي كذا، الجو خلف هذا الباب اللي هو الرطوبة العالية والحرارة العالية، وكان في شخص متطوع يجري داخل هذه الغرفة. شاهد الموضوع أنه كان السيميليشن لهذا المكان كأنه جو إمارة دبي. أوكي. الباب اللي جنبه كان جونا نحن الحمد لله ثلج وبرد الغرفة اللي جنبه كانت السويد، كانت ثلج وبارد. يمكن عكسين الغرفة. يمكن حاطين الأسامي بالغلط. فبالفعل دخلنا الغرفة هذه وبالفعل كان الجو نفس إمارة دبي. فهذا كل السيميليشن يعطيهم بيانات عن الجو، بيانات على تأثير جسم الإنسان، وكيف هذه الساعة البسيطة اللي أنا أشوفك لابسنها الحين مفضية حتى البطارية مفضية يستخدمونها لأكثر من اللي أنت تشوفه الآن. يعني في وظائف جديدة، طبعا ما يعلون عن كل شيء حاليا، لكن في وظائف جديدة بتنزل على الأبل ووتش هذه. على طاري الجو دكتور، أنا بقولك شغلة، يعني أنا يعني أمارس الرياضة الخارجية، أبتدي الساعة 5 العصر 5:30 زين. كنت أعتقد أني أنا يعني بهلك من الحر، ولكن الجو زين يا جماعة الخير، يعني مع احترامي للسويد يعني، لكن جونا زين والله، خاصة على البحر لما تركض. أنت لما تمارس الرياضة تحس أنك أنت مخنوق ولا شيء، لكن إذا تمشي على البحر ولا طالع على هذا الجو بالعكس يعني شغلة مفيدة. هو بيوسف الجسم يتأقلم بعد 10 دقائق أو 20 دقيقة، أول ما يتأقلم الجسم على الحرارة وعلى الطبيعة اللي حواليه ما عندك مشكلة، ولكن الواحد لازم يأخذ الحيطة والحذر أنه يعمل لنفسه هايدريشن ويأخذ معه الماء الكافي، لأن الجسم يتأثر بطريقة أنت ما تحسه، ويمكن بعد ما تخلص التمرين تحس بهذه الأشياء. يقول تعقيب على كلام الدكتور، أجهزة تشخيص الأمراض راح تنتشر في السنوات القادمة، بس لا تكون بديلة للدكاترة بعدين يخسرون وظائفهم. ها؟ والله طول العمر أتفق مع المستمع الكريم أن بالفعل لا بديل. يمكن أول مرة يلتقي المريض مع الطبيب في هذا التوافق أو العناية الشخصية غير اليوم. أنا عندي في الأب في التليفون يمكن 3-4 أبليكيشنز ممكن تشخص لي سواء المرض، نبض، معدل السكر يمكن، أو شو بعد ذكرني، وزيدك من الشعر بيت عندي أب تونا تعرفنا عليه في أمريكا، بدال وفاء عايش مال تغذية. بدال في عندنا وايد. إيه نعم صحيح. بالضبط، يعني خذ مكان أخصائي التغذية. إيه. يقدر يحلل لك، يقدر يعطيك، وأيضا ممكن بحسب البيانات اللي أنت تحطها، وأكثر بعد تأخذ التليفون وترفعه على أي منيو، أي قائمة طعام في المطعم. إيه. ويعطيك يقول لك هذا يناسب لك، هذا ما يناسبك، هذا ممكن أنت تأكله، وهذا يعطيك بالألوان أخضر أحمر أصفر. طيب، في عندنا إبراهيم يقول أنتظر أكثر من أسبوع لشركة التأمين كي يوافقوا على الفحص تأخير. طيب إبراهيم، أبغيك تتواصل مع 800-342 أو تتصل فينا على البرنامج ومنشوف شو ممكن نسوي على 600-551-414 أو رسالة نصية على 4006. هي وايد برامج حق التغذية. إنزين، شو بعد دكتور عندك شيء تبغى تقوله؟ والله طول عمر من الزيارات أيضا اللي زرناها اللي هي تعرفنا على أبليكيشنات كثيرة، شاهد الموضوع أن خلفها استثمارات ضخمة بمئات الملايين. يمكن تشوف هذا الأب اليوم تنزله، هذا الأب منزل عندك في الأب ستور وتنزله بدون مقابل، لكن كمية الاستثمار خلف هذا الأب وكمية الأبحاث اللي تم خلف هذا الأب، يمكن شفنا أب بسيط كان 100 مليون دولار. فالعلم اللي خلفه صراحة يثلج الصدر، كمية البيانات اللي خلفه تثلج الصدر، والمستقبل الواعد لهذه الستارتابس أو الشركات الصغيرة والمتوسطة اللي هي طالع اليوم بطلعة قوية جدا، خص في سان فرانسيسكو وتخصصهم في المجال الطبي، واللي هو نأمل أيضا أن عن طريق مسرعات الصحة بدبي نجيب لنا بعض هذه الشركات ونستضيفها في دبي. والحمد لله في شركة أيضا أبدت يعني استعدادها في الشهر القادم أن تأتي دبي وتتخذ مقر لها في دبي.
ممتاز. يعني حتى من ضمن هذه الجولة اللي قمتم فيها دكتور بديتوا تستقطبون حتى الشركات ومؤتمرات جديدة أيضا. في مؤتمرات جديدة بعد بتكون Health 2.0 أيضا بيكون في شهر نوفمبر إن شاء الله. شو هذا Health 2.0؟ Health 2.0 يحتضن الابتكارات الصحية. ممتاز. بيكون ضمن أسبوع الصحة الإلكترونية في دبي اللي هو النظمة مع مؤسسة همز العالمية كل عام. أوكي. وأيضا عندنا الأويك اللي هو الأوليفر وايمان Health Innovation Center اللي هو مع شركة أوليفر وايمان. بالعربي شو هو هذا المؤتمر؟ اللي هو مؤتمر الابتكارات الصحية. أوكي. يمكن لأول مرة يطلع يعني خارج الولايات المتحدة ونأمل نحن نستضيفه في إمارة دبي في أول منتصف 2018. يعني جولة كانت غنية بالإنجازات دكتور، غنية بالمعرفة والاطلاع، وأيضا يعني فوق الاتفاقيات اللي صارت تم استقطاب بعض المؤتمرات، وأيضا بعد استقطبت بعض الشركات يفتحون في إمارة دبي ويتخذون من إمارة دبي كمقر لها. إنجازات كبيرة في هذه الجولة اللي ترأسها حقيقة معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي. يعني نحن شاكرين لكم هذه الإنجازات دكتور من خلال هذه الجولة. أنا أعرف دائما يعني أنا أعرف هذه الجولات دكتور كثر متعبة زين، خاصة بعد ما ترجع الجدلاك هذا اللي يلعوز الواحد هذا دكتور. بالفعل فشوفك الساعة كم هناك أمريكا؟ حاليا الساعة 11 صباحا طالما 11 صباحا 11 مساء مساء هذا وقت رقادك يعني وقت رقاد يعني بعد ساعتين أنا أسلم عليكم. الله يعينك دكتور، جزاك الله خير دكتور محمد الرضا مدير مكتب التحول التنظيمي، كان يحدثنا عن الجولة اللي قامت بها هيئة الصحة بدبي في الولايات المتحدة الأمريكية والنتائج والإنجازات التي تم تحقيقها بناء على هذه الجولة. نحن شاكرين لك الدكتور ونتمنى لك التوفيق. العفو يا أبو يوسف وشكرا لاستضافتكم لنا وكل التوفيق في الموسم هذا لكم وللمستمعين. شكرا جزيلا. أيضا كل الشكر حق ميرا الغفر اليوم ما شاء الله بعد يعني شغلناها ويانا زيادة. مشكورة يا ميرا. خوز سعيد خلنا نشوف ميرا ما شوفها. مشكورة يا ميرا. زين شكرا لك عيسى سبيل واتمنى لكم ان شاء الله اجازة نهاية اسبوع سعيد. انت اجازة عيسى ولا مداوم؟ طيب انا ان شاء الله اجازة ان شاء الله يا رب. فنقولكم كل خميس وينعاد عليكم ان شاء الله. وفي الختام تقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.